عشر بعشر لك يا نايف ألف مبروك، وأكرر وعيد والقصيدة قلتها والسطر يتبع سطر في احتفال كأنه يقول هذا اليوم عيد. في مقام عيال عود يشوق للنظر، شايف طيب المكارم مكونها رصيد، شايف طيب المكارم مكونها السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير يا رجال، صلوا على النبي. سلامتك يا ابو عبد الله، يا زواج ولدك ودعيتك اقبلنا عليك، شاركي ومباركي ونفاع والنفع من الله، ولا قصرنا في شيء فحنا تكمله وجيهنا وجيه المطاليق اللي وراي، ولا ما حم من قل اقحطان النجد اللي بطنني. والمسابح تعرفون حنا ما انا عطى من اللي مقدمكم، لا هو اللي بخطرنا ولكن تعذرونا عليه او سلامتكم. حياكم الله، حياكم الله حضار عوانينا وجيران وزملاء واخوان، وجيتكم هذه يوم عيد مبروك السعاده وتفضلوا الله على العرب. يوم وصلت دعوتك
زفة تهنية وادب للعشر بعشور لك يا نايف ألف مبروك وأكرر وعيد والقصيدة قلتها والسطر يتبع سطور باحتفال كأنه يقول هذا اليوم عيد في مقام يا نعود يشوق للنظار شايب انطيب المكارم مكونها رصيد شايب انطيب المكارم مكونها كل منا مع الثاني عظيم يا ابن عيد أنا حزامك وانا حزام الظفار اعتبرني في يمينك ما سفى الحديد يوم وصلت دعوتك ما لنا عنها عذور استعد يا قريحة وحضر يا قصيد في مقام عيال
الغريب اللي موقفها تشهد على طيبها يا لا 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 تشهد على طيبة يا لا 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 يا لا 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 الليمة وقيبة تشهد على طيبة يا مرحبا عد ما ينطر مخيل الربيع وانا سبيعي وارحب في محف السبيع هذه عوايد سبيع مدلهينا الغريب اللي موقفها تشهد على طيبة يا لا 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 يا لا 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 اللي موقفها تشهد على طيبة يا لا 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 يا لا 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 اللي موقفها تشهد على طيبة يا لا 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 يا لا 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 اللي موقفها تشهد على طيبة يا لا 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 يا لا 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 أحاول أرضى الجميع وموقفي للجميع وأقول يا الله لعل جهودنا ما تضيع دنياك دنياك يا مخلوق حظ ونصيب والعين ما تنظر إلا يما صاحبه صوبه صاحبه يا لا 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 والناس ما تنظر الا يما صاحبه يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 أحاول أرضى الجميع وموقفي للجميع وأقول يا الله لعل جهودنا ما تضيع دنياك دنياك يا مخلوق حظ ونصيب والناس ما تنظر إلا يما صاحبه يا لا 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 يا لا لا خلوها يا لا 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 وذلبني عمنا تضرب سيفا عطيب كم روس قوما حدوها عم طالبا يا مرحبا يا ابن نبك البقا يا ابن ناصر وانت سيفا بريع ولولا رضا ربعنا ما جيتك من النقيع
لولا بني عمان تضرب بسيفا عطيب كم روس قمان حدوها عم طالبا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 كم روس قمان حدوها عم طالبا. بكلب قايا ابن ناصر وانت سيفا بريع لا لا رضا ربعنا ما جيتك من النقيع. الله يبزيكم. لا لا رضا ربعنا ما جيتك من النقيع. لا لا رضا ربعنا ما جيتك من النقيع. ذولا بني عمان تضرب بسيفا عطيب كم روس قوما حدوها عم طالبا. يا لا 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 يا لا 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 الحنادي
جينا نكمل واجب الداعي نبارك حفل نايف نعم الخوي نايف عن النقصان والتقصير نايف سلام ردية وفاة انصى جميع الحاضرين أسالكم عن شيخ خلق الله على دور عكافي مفتي وعارف كل شيء اليوم عنده علم كافي لمرجعية معلدة ومحددة حصادك عاقل مع العقال ومراهق مع المتراهقين على حنيفية رسول الله عن كل الحنايب جينا نكمل واجب الداعي نبارك حفل نايف نعم الخوي نايف عن النقصير والتقصير نايف سلام ردية وفاة انصى جميع الحاضرين أسألكم عن شيخ خلق الله على مرحك كافي مثل وعارف كل شيء يوم عنده علم كافي لم أرجعية معلنة ومحددة في صاد كافي عقل مع العقال ومرهج مع المتراهقين يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 هذا هو الجوال به شر وخير يا الله تكفي عن عبادة الشرورة يا الله يا لا 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 يا الله على رجال الطيب والطيب موجود هذا هو الجوال بالشر وخير يا الله تكفي عن شر يا الله تكفي عن عباد الشرور يا لا 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 يا لا 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 يا الله تكفي عن عباد الشرور يا لا 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 يا لا 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 يا الله تكفي عن عباد دروع من اليمن لا شرورة يا لا 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 يا لا 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 ولا دروع من اليمن لا شرورة يا لا 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 ولا دروع من تبوك الشرورة يا لا 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 يا لا 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 ولا دروع من تبوك الله حي الله حي مرحبا الله يسهل الله يحييك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما غرد بلبل وصده وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال نبع ماء وتفجر وما طلع صبح وأسفر وصلاةً وسلامًا طيبين مباركين على النبي المطهر وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سلام الله يسري ما أقيمت صلاةٍ من عبادٍ خاشعين وما جادت بماء المزن سحبٌ سقى الأشجار والزرع الدفينا سلامٌ عاطرٌ وله أريجٌ من الأعماق يعبق يا سمينا سلام الله نهديه إليكم مع الأشفاق ممزوجا حنينا مرحبا بكم أيها الضيوف الكرام في زواج الملازم أول نايف بن محمد بن عبد الله بن عيد الثوري ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا حضوركم شرف لنا يضفي على حفلنا أنساً وسروراً هذه التراحيب قد زفت لكم طرباً وأصبح القلب يرتع في نواحيها
هذه التراحيب لا زور ولا كذب أقولها ملأ هذا الأفق وأهديها. يعجز اللسان ويقصر البيان ولا يدري ما يكتب البنان ليصف الفرحة ويصف الجمع فلا يدري أبي النثر يبتدي أم به يختتم وينتهى ويجعل الشعر بين ذلك فألفا ألفا مرحبا بكم. فاختلفت أوراقي وأعلنت أشواقي سابحة في الآفاق رهائن السباق أن حبكم في الصدر باق في الأعماق للنفس ترياقا. ضيوفنا الأكارم من مشايخ قبائل وأعيان نحييكم بتحية الإسلام الخالدة من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء. تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. إنه أروع من الجمال بل هو السحر الحلال اجتماع هذه الوجوه الطيبة الطاهرة في هذا المكان المبارك بإذن الله. فما أجمل هذا الزواج الذي يقوم على المودة والرحمة. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لا نقول للعريس نايف إلا كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بسم الله نفتتح حفلنا بخير ما يفتتح به. آيات من الذكر الحكيم مع القارئ دعال بن محمد الثوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفس إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. جمعنا الكريم المبارك لكل فن دولة ورجال كما للخيول فرسان كذلك للأقلام فرسان وللحروف سلاطين وللكلمات ملوك. كلمة أهل المقام يتفضل بإلقائها عيد بن عبد الله بن ثفنان الثوري. بسم الله والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم أهل الحفل نقولكم مرحبا ومسهلا. الله يحييكم حياة المطر أبهجتونا بتلبية الدعوة وأسعدتونا بالحضور فمرحبا بكم ومسهلا. ثم لعلنا الليلة نبارك للشيخ فيصل بن مفرح بن هليمة الثقة الملكية التي منحت له شيخ عموم قبيلة بني ثور فنعم القبيلة ونعم الشيخ.
أيها الحضور الكريم، لعلنا نقتنص هذه الفرصة في حضور هذا الجمع الكريم ومشايخ القبائل والأعيان والعقلاء والحكماء والمتعلمين، لعلنا نبتعد عن التقليدية قليلاً لمناقشة موضوع يعود على مجتمعنا بالخير والتوفيق. أيها الإخوة، يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. تعرفون ما يقوم به مشايخ القبائل والأعيان وأهل الخير من إصلاح ذات البين بين أفراد مجتمعنا، فجزاهم الله خيراً على ما يفعلون ويتحملون من العناء في سبيل تقوية أواصر العلاقة بين المجتمع، فلهم الشكر والعرفان والتقدير. ولكن لعلكم تتفقون معي على أن ما يقومون به هو متأخر خطوة، وهو من باب العلاج، والمفروض أن يكون أسرع من الحاصل، فيكون من باب الوقاية خير من العلاج. يعني أن نحاول حل المعضلة والخلاف القائم قبل وقوع المشكلة وقبل حدوث ما لا يحمد عقباه. ولعل الأمثلة كثيرة التي وقعت قريباً في محافظتنا أو في المحافظات المجاورة خير مثال على التأخر في مباشرة الأحداث قبل وقوعها. ولعلكم تؤيدوني على هذا الاقتراح الذي أطرحه بين يديكم، لعل الله أن ينفع به أو يجد من مشايخ القبائل القبول والتبني، ألا وهو: أولاً، كل في محافظته تكوين مجالس أو مجلس لمشايخ القبائل أهلي، يكون فيه الاجتماع دوري بشكل شهري عند أحد المشايخ لتدارس الخلافات التي حصلت خلال الشهر وحلها قبل تطورها. 2، يكون للمجلس أمين وهو أصغر المشايخ سناً أو من يرتضيه مشايخ القبائل، يكون لديه تواصل مع أفراد المجتمع ومع أفراد القبائل. خلال الشهر لمن أراد أن يطلب المساعدة في الإصلاح ذات البين، ويقوم بأمين المجلس بعرض ما وصل إليه من الطلبات في الاجتماع الدوري على مجلس مشايخ القبائل. 3، يكون رئيس المجلس من يكون الاجتماع في منزله، وبهذا نتمكن من تفعيل دور مجالس المشايخ ومجالس الصلح والجاهيات، ونكون أسرع في العلاج وفي الوقاية قبل وقوع المحظور، والتسهيل على طالب المساعدة في حل قضيته عاجلاً. هذا، وسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. عبد الله بن عاجد الملحي لديه مشاركة أبى إلا أن يشارك بها، فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الجهة النيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست أكبر الموجودين، ولا عندي أكثر حديث مما في صدور كثيرا منهم، ولكن عندي دعاء إيصالة عن نفسي ونيابة عن إخوياي
من رنيا، حاضرين مشاركين مباركين مهنين للمقدم محمد بن عبد الله بن ثفلان الثوري ولابنه الملازم نايف، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. وحقيقة قبيلة بني ثور عزيزين علينا، فحق علينا أن نشاركهم في أفراحهم ونبارك لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يفوتني هناك هدية مقدمة من الملازم عبد الله بن محمد بن قطنان الملحي لزميله نايف، عنده ظروف في العمل، والهدية يقدمها الآن. شعراء كثير، قليل منهم يمتلك أنامل من ذهب تسطر بريقا أروع من بريق الذهب، نبع إحساسها لا ينضب حينما يترنم الشعر ويصدح، فتنتظم أبياته لتحلق بنا إلى عالم من السمو من على منبري حسان. أما الآن نترككم مع الإبداع ومجموعة من الشعراء المتميزين. شاعر امتاز بقوة المعاني وإيصالها للمتلقي والسامع دون تكلف، سواء في اللفظ والصياغة، إنه الشاعر شافي بن شبب بن رشدان الثوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أولا لا يفوتني أن أبارك لأخوي اللازم نايف بن محمد بن عيد، ولا أقول إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير. هذه مشاركة أقول فيها: يا الله يا قابل صلاة المصلين، يا الواحد اللي معتلي في مقامه، أنك توفتني على المنطقة الزين وتلبسني التوقير لبس العمامة. يا مرحبا يا مرحبا باللي لفونا ملايين، الكل منكم قبل يبدي سلامه. يا مرحبا تفضلوا يا المحيين، الضيف حق واجبه واحترامه، في محفل ياصل صداه البعيدين، في محفل أهل الطيب وأهل الشهامة، ربع لنا بالحيل غالين غالين، أهل الحمية والسطر والقرامة، أهل كرم وأهل شجاعة وغيورين، علامة يزينها من علامة، واللي يبل فزعة هم مخبورين، لا جاهم المضهود يجلى عسامة، من لابت وقت القوامة ضريرين، قبل الحكم فالناس يمشي نظامه، قبيلة الثوري تعامل معادين، وعيب على اللي ما يثبت كلامه، قبيلة ترسي على العسر واللين، حرابهم ما ينقلن عظامه، تاريخهم قبل الورق والدواوين، ينطق باللي غارق في حلامه، يوم اعتلاج الخيل وسط الميادين، لنا على العدوان سطوة وهامة، كم شيخ قوم طاح ضمن المخلين، نلاد الأجرب صار يومه ندامة، وكم فارس يمسي عشل السراحين، من ضربنا ما يحتمن إسهامة، حنا بني ثور أداها السلاطين، تاج الفخر والعز خذنا أسامة. حنا بني ثور أداها السلاطين، تاج الفخر والعز خذنا أسامة، حنا هل الخرمة من سنين ودنين في ظلنا ترسي اليوم القيامة، وحنا هل الوادي وخضر البساتين، الوادي المشهور خذنا سنامة، وحنا هل الوادي وخضر البساتين، الوادي المشهور خذنا سنامة، واد لنا ورث الجدود القديمين دون نحد القوم غربه وشامه، واد لنا ورث الجدود القديمين دون نحد القوم غربه وشامه، تربى به الذيدان رثم العرانين، ترعى قفر نبته وتارى دجمامه،
ترباب هالذيدان رثم العرانين، ترعى قبر نبتي وتارد جمامه بحمايد الثوري من يسار ويمين، ما طمن المسهر اليقصى عدامه، وكل القبايل كفوا بالفعل وافين، كل له افعال وربع وزعامه، واختامه صلوا على راعي الدين ملح برق في سحايب غمامه. سلامتكم. شاعر امتاز شعره بالبساطه والتكامل باستهداف المعنى الحقيقي والجمال. الآن مع الشاعر مثيب بن ناشر الثوري، فليتفضل مشكورا. أول شيء الله يمسيكم بالخير جميع، نبدأ بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثاني شيء لا يفوتني في هالمنبر أن أبارك لفارس هذه الليلة لازم أول نايف، وقل له كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. المشاركة لا تعبر عن ممن في الخاطر، ولكن عسى الله يجملنا في عيون الطيبين. يا هجوسي حضري حامي عاد القروم، حامي عاد النشامة ولا لك معذرة، مستعد يا هجوسي لعدي ترجوم، كل ما بربت جون عليك بندرة، والهواجيس الغزيرة على فكري تحوم، وكل شطر يعاند أزويه لنا صخرة، في مقام أهل الوفجع الجمعاهم تدوم، هم قر الطيب كل شذاه وعنبرة، في مقام أهل الوفجع الجمعاهم تدوم، هم قر الطيب كل شذاه وعنبرة، بالنيابة مرحبا عد ودان الغيوم، عند شيخ من شيوخ الجماعة نذكره، أبو نايف محزم يجعل تفداه الرخوم، طيب وافي وفعله ما حد يستنكره، للوفا والطيب والعز في وجهه رسوم، والوفا والطيب ما كل رجل يقدره، حزت كلمة نعم يا الشامخ الحر الصروم، وقفتك بانت وكل نفعوله تشهره، وحزت كلمة شيخ من دون لا تعطى ختوم، ختمك فعولك بصدر الزمان مسطرة، أنت فعلك شاهر بك على حد النجوم، والصقر لا من شهر ما يبي له تذكره، وانت رجل في القبيلة مقدر ومحشوم، واللي مثلك لازم ان القبيلة تشكره، لا غرابة تحتمي موقفك وقت اللزوم، وانت تحمل في هويتك ثور المفخرة، لا بتلاد الوجيرب عمى عين الخصوم، بالفعول النادرة والفعول المبهرة، لابتي سقم المعادي جزيلين السلوم، لا غزانا طامع رد كيده في نحره، لا تعزو باسم الأجرب جلو عنك الهموم، والولد لا من دجر ما شي يقهره، في جوانب وادين يوم زرقات السهوم، كم عقيد دون حده وطينا صابره، دون حده واقف الثوري ولا فيها علوم، قلت قول الصدق والصدق مهد ينكره، حقنا طرق خذيناه ما هو بمهضوم، خل عنك اللي يفعول النشامة تستره، ننتمي لسبيع قوم ما هي بيات قوم، فالقبايل لابتي دائما متصدره، دون قاصر فالقبايل قويين العزوم، كل حر دون عانيه سيفه يشهره، والختام اطلب من الواحد الفرد الرحوم، يحفظ ولاة الامر في البلاد العامره. وسلامتكم. شبيب بن مشرع البقمي شاعر بث شعره بهالة من الوجد البهي في سهل كلماته الممتعة في معانيها، قصيدة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم يا سبيع الغلبة، مسمين الغلبة تغلبون الرجال في أمور المرجلة كلها، ولا على باقي الرجال زود. أنا أستاذنا المعذب وأستاذنا المقدم وأستاذنا سبيع في قصيدتين، القصيدة الأولى في سبيع ويستاهلونها وسابقة، والقصيدة الثانية في الحفل. يقول من لا يرتجي غير مولاه، لمن عبد الوجيه عبدوها، أصخر جزيل الشعر والهزل مبغاه، لمن مخطفت البيوت اخطفوها، يا جاسي البارح منامي مقلاه،
من حشمة اللي دعوتي كرروها، الله من قلب طواريه تشعى شعي القطيع اللي سبع احتدوها. الله من قلب طواريه تشعى شعي القطيع اللي سبع احتدوها، لا علقت عاني ولا هيب في جاه، وجوها على الحد المخيف وخذوها، صاح الصياح وجالها الهم ندا، ورتبوا على قبة الفلو وطلبوها، صاح الصياح وجالها الهم ندا، ورتبوا على قبة الفلو وطلبوها، كل يعاين في ابن عمه وينخاه وسبيع لأخذوا هجمة ما عطوها، صاح الصياح وجالها الهم ندا، ورتبوا على قبة الفلو وطلبوها، كل يعاين في ابن عمه وينخاه وسبيع لأخذوا هجمة ما عليه الطلاق ما جعلي عليه الطلاق ملبسه ماني بلبسه مش عليه على راسي. الله من قلب طواريه تشعى شعي القطيع اللي سبع احتدوها، لا علقت عاني ولا هيب في جاء، وجوها على الحد المخيف وخذوها، صاح الصياح وجالها الهم نداء، ورتبوا على قبل فلو طلبوها، كل يعاين في ابن عمه وينخاء وسبيع لخلوا هجمتهم ما عطوها، لا عندهم رحمة ولا بهم دراء، كم سربة برمحهم شتتوها، وجال النشام باب المزرج مثرى، وطال الطراد وعودوا وتركوها، ثم عرضوها ارض مهامل ومضماء، واليركد سير البكار شعفوها، غنى مغنيهم يباهين بها، وعلى حدود ديارهم وردوها، في جال ودي قراحم طعم ماء، حصونه لطلاب الذرى شيدوها، والنعم يا الغلبة هل المجد والجاه، وهل دير تنبر معهم حددوها، أهل الموازف والقصور المبناء، ومجالس لضيوفهم علقوها، أهل الموازف والقصور المبناء، ومجالس لضيوفهم وسعوها، ومجامر بالعود الأزرق ملا، وحيل الياجا ضيفهم علقوها، تاريخهم اللي سمع عنه يقرأ اسطورا على صدر الزمان اكتبوها، سوالف في كل ديره ومنحاء، بالدم الاحمر والنمش وثقوها، قلت باسم سموال بقوم المسمى، كم عليكم زوج، سوالف في كل ديره ومنحاء، بالدم الاحمر والنمش وثقوها، قلت باسم سموال بقوم المسمى، سمعين من حلو المنام أسهروها، صويبنا إلى حد ذيابه ملحاها، وديدان أهل الخيل ما زعزعوها. سلامتكم. صفر انضاف بطون وجنوبه انسود، من كثر ما صلين على واهج النار، نار حطبها سمر ومشلخ ذنود، من هضبة ما ولعلها الغيث مدرار، جايم بها حطابها من قراطوت، ما وصل لعالي حجاها إلا الأطيار، سمرته يوم أكثر العالم مرقود، أدحم بهن عوب الطواري والأفكار، وانضم بهن عقد من اللول منضود، عقد على حسنة توافقت الأشوار، صفر انضاف بطون وجنوبه انسود، من كثر ما صلين على واهج النار، نار حطبها سمر عرن ومشلخ فنود، من عالي ما واقبه غير لطيف، من هضبة مع علها الغيث مدرار، جايم بها حطابها من قراطوت، من عالي ما واقبه غير الأطيار، سمرتهم يوم أكثر العال مرقود، أدحم بهن عوب الطواري والأفكار، وانضم بهن عقد من اللول منضود، عقد على حسنة توافقت الأشوار، عقد على حسنة توافقت الأنظار، أما بوردها على جال قرهود، ولا بعرضها الفيافي والأقطار، أما بوردها على جال قرهود، ولا بعرضها الفيافي والأقطار، شاعر ولا حنود لهبة النود، وقصايدي تعجبها للمجد والكار، اسلم وسلمها دوى كل ملهود، لا دل وجيرب، اسلم وسلمها دوى كل ملهود، اقدم وقدمها الوفين الأشبار، لا دل وجيرب من منت كل مضهود، لا دل وجيرب متعبك تحصل أمها. استهلوه.
اسلم وسل عليه الطلاق ما يجزع عليه. ماني بلبس بشوط الطلاق ما يجزع عليه. ماني بلبس بشوط. شاعر ولا حنود لهبة النود وقصايدي تطربها للمجد والكار. اسلم وسلمها دوا كل ملهود. اقدم وقدمها الوفين الاشبار. لدل وجرب من منت كل لدل اسلم وسلمها دوا كل ملهود. اقدم وقدمها الوفين الاشبار. لدل وجرب من منت كل مضهود. لدل وجرب متعبة قحص الامهار. لدل وجرب من عبت كل نمرود. اسلم وسلمها دوا كل ملهود. اقدم وقدمها الوفين الاشبار. لدل وجرب من منت كل مضهود. لدل وجرب متعبة قحص الامهار. لدل وجرب من عبت كل نمرود. لدل وجرب لا تخالفت الاشوار. لجال دقلة النمش حس ورعود. يا ما فروا برماحهم جاش مغوار. وتبرج حفلها وزادوا وتبرج حفلها وزادوا هل الزود. احدن بتبده مر واحدن يا بثار. الهم على الطاله مواثيق وعهود. ولهم على الدنيا تواريخ وثار. يا ما فنوا بالسيف وعرين يلعود. دون الغروس اللي لها طلع وثمار. هدب الجريد ولي على قولي شهود. اللي تنصها لهن الساعة الأشوار. وصنيان ينطلبها شط مفرود. عمليها مردهم غلي الأسعار. ذا سلمهم والباب مهوب مردود. مفتوح للعاني وللضيف والجار. صلاة ربي عد ما هبت النود. وما نبتت الأوراق بغصان الأشجار. سلامتك. أنا جاي ما علي الطلاق ما علي الطلاق ما علي الطلاق ما يدخل علي. أنا عارف أن نظامك وهذا لكن أنا جاي إنكرم تدبير ومحبة لكم. أنت منا وفينا لكم. أنا واحد لا طلقت عنه طلاق ما يجي. بيض الله وجه شاعر شبيب بن مشرع القمي. صح لساني. شاعر له إطلالة تميزه عن غيره. قصيدة مع الشاعر عجلان ابن دحيم المتاحلة. فليتفضل مشكور. السلام عليكم. مساكم الله بالخير. اتصل بأبو عبد الله وأنا متجه من رانيا الخدان ديرة ربعي وربعكم بني عمكم المتاحلة. ما عليكم زود. أبو محمد اتصل بي وعزمني في وقت قصير ولا يستاهل معلقة من الشعر. على الخط المزفلة متجه من رانية الخدان وبواد المياه وموتر يمشي على هونه. وصلني اتصال وقال لو تسمح أبي عجلان. وقلت أكيد ذا عجلان وذي نمرة تلفونه. وقال أنا أسبيعي من بني عمك هل الوديان وعندي شان وأبغاكم يا ابن عمي تحضرونه. وقلت أبشر بعزك لا يهمك أي شيء كان وأنا حاضر بكل اللي يا ابن عمي تريدونه. وقلت أبشر بعزك لا يهمك أي شيء كان وأنا حاضر بكل اللي يا ابن عمي تريدونه. ما دام إنك سبيعي فأنا شاعر واخد من السبعان وبإذن الله ما أقدم غير كل اللي تحبونه. ما عليكم زود. لكن قل لي من أي سبيع وإنا كل بون أخوان. لكن ودي بمعرفة المكان اللي تحلونه. وقال أنا محمد وإن بغيت أقول بن ذفنان مدير للمرور وكل خلق الله يعرفونه. وقال أنا محمد وإن بغيت أقول بن ذفنان مدير للمرور وكل خلق الله يعرفونه. وربعي من بني ثور الغفيرة مروية شامان وهل رمح النهار الكوم من الأخصام يروونه. وربعي من بني ثور الغفيرة مروية شمان وهالرمح النهار يستاهلون. وربعي من بني ثور الغفيرة مروية شمان وهالرمح النهار الكوم من الأخصام يروونه. وتحمست ورميت الغترة وناديت للقيفان. وقام الفكر ينقالي بيوت الشعر موزونة. وحتى الموتر اللي سايقه أحس جاه جنان. لك الله ما عينت إلا وهو يعد طبلونه. وحتى الموتر اللي سايقه أحس جاه جنان. لك الله ما عينت إلا وهو يعد طبلونه. وأنا لك يا محمد في لزومك لا بدالك شان. عبارات منقص القلب موثوقة
ومضمونه لو ما انت بكفو ما انت بتشيل نجوم وتيجان على متن المعزه عاش تاج العز ومتونه وتحمست ورميت الغتره وناديت للقيفان وقام الفكر ينقالي بيوت الشعر موزونه وحتى الموتر اللي سايقه احس جاه جنان لك الله ما عينت الا وهو يعد طبلونه وانا لك يا محمد في لزومك لا بدالك شان عبارات من اقصى القلب موثوقه ومضمونه لو ما انت بكفو ما انت بتشيل نجوم وتيجان على متن المعزه عاش تاج العز ومتونه ومن ربع اعزاز يفحمون الخيل في الميدان ويصبخ خصمهم هذا طريحه وذا يجرونه ونعم لا دال جيرب لارتكت الاغصان لا الاغصان ما يهزع غصنهم ونحدهم غصن يقصونه تحت بيرق شيوخنا ونعم لا دال جيرب لارتكت الاغصان لا الاغصان ما يهزع غصنهم ونحدهم غصن يقصونه تحت بيرق شيوخ طيبهم من ماضي الازمان ونعم اخوان ساره عزتي للي يحدونه وانا من لابتن عند الحدود الثبت الحدان على الحد الجنوبي بايعين الروح من دونه وعليكم زور وانا من لابتن عند الحدود الثبت الحدان على الحد الجنوبي بايعين الروح من دونه وكله في رضا الغلباس بيع جابها الفرسان متى حلت النهار الكون حاض الموت يردونه ما عليكم زود وكله في رضا الغلباس بيع جابها الفرسان متى حلت النهار الكون حاض الموت يردونه ولا مني ذكرت سبيع فاعزف بجمل الالحان قبيله حطها التاريخ في وسطه وفركونه يكفينا ان اهل العشر المردفه والعدو مهان واهل مثلوثتن في الجوع لجى الضيف يجرونه وعز للخوي والجار يلقى عندنا الصفطان يعيش بهيبه الغلبه وعدوانه يخسرونه وهذا من غير قاصر في رجال الطيب والعرفان ترى كل معه فعل لجى وقته يعدونه وحنا اليوم في حكم السعود نعيش في امان وقولوا عاش من عشنا تحت حكمه وقانونه ونهايتها السموحه من شيوخ ومن جبر وعيان ان كان الفكر نقص شيء يبغاكم تعذرونه. صح لسانك الشاعر. الشاعر ذياب بن سلطان السويدي شاعر امتاز شعره بالعذوبه لديه قصيده فليتفضل بلقائها مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. ابارك باسمي واسم ربعي السوده للملازم اول نائب ام محمد الثوري، الله يوفقه ويرزقه ذريه الصالحه. اما مشاركه اقول ابدا بذكر الله من اجي دخيله وخير ما ابدا القاف باسم الله ابداه والله يجديني الكسب الجميله في محفل اهل المجد والعز والجاه اعنالهم الاول مسافه طويله واطرب النظم القاف ويزين مبناه فالمحفل اللي مثل برق المخيله وذتر الحياه المولع القلب يشعاه يشوق براقه عسوس تخيله ولقوه وفق اللي مخيله تهقواه لا والله اللي يا عرب ينعني له من طيب ذتره يمدح كل من جاه سلام يا حر تعلى الطويله ومبروك يا من قمه العز مرباه نايف مقر الطيب مدري سليله سليل بن ثفنان والعز مجناه يوم ان ولد اللاشئ هبله حصيله نايف عن الماجوب ما كف يمنى هذا وهو توه فرق بين جيله يا طيب طيب اللي على الطيب رباه حفيد من عقله وشوره دليله عبد الله اللي كل الاجواد تنصاه ولا هي غريبه فالحراره الاصيله الاصيل والمفاخر تغشاه بيرق هل التوحيد جده يشيله ومخضب للدين رمحه وشلفاه لا دال وجير بيوم شب الفتيله بيوتهم بالعز دايم منه والله ما يجير والله ما يجير لا دل وجير بيوم شب الفتيله بيوتهم بالعز دايم
ان بناء اهل الكرم يوم المعاويش قليله واهل الشجاعه والسطر بالمثرى رجالهم في موقفه عن قبيله وليدع اهل موت رحب وحياه من دون داره والغروس الظليله ودون الجهم واد حال ما من دون داره والغروس الظليله ودون الجهام واد حالنا ما خصيمهم يبطي وتبده عليله ودخيلهم في الوجه يا من من عداه اللي اعتزوا بمنقضات الجديله رؤوس العدا من ضرب الاجرب موطاه كم طامع عود يجر الف شيله وقف له الثوري بسيفه وعداه افخر وماري بالفعول الجزيله يا نعم والله يا الفهود المضراه أفخر وماري بالفعول الجزيلة يا نعم الله يا الفهود المضراء وأفخر بذكره للسيوف الصقيلة ويشوش راسي لطر سويد وابناه ويشوش راسي لطر سويد وابناه يا موطوشه بالديار المحيلة اطروقهم وقت المخافة مخلاه والمحزم الغلبة الشيلة الثقيلة الصف واحد علة الخصم ودواه طب الرفيز ولا العدا حنظليله ومن مد نص الكف يعطون هملاه ما جات لنا الغلبه بغدر وحيله جاتنا بضرب المرهفات المحناه ولا اقول في باقي القبائل الرذيله اشوفهم مثل الجبال المسماه وانا وهم في ظل دوله نبيله كل يتبر داخل الفي مركاه يسعى لنا الحاكم صباحه وليله في حكم عبد الله عسى الله يرعاه اخوه بحكم ما يدور بديله نعمة من المعبود والحمد لله وصلاة ربي عد ممطر مخيلة على نبي كل نانت بعرضه سلامة صح لسان الشاعر بيض الله وجهه الشاعر راكان بن عون الملحي شاعر امتاز شعره بالألفاظ السلسة والمعاني القوية لديه قصيدة فليتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يمسيكم بالخير جميع أبارك للملازم أول نايف بن محمد بن عبد الله بن ثفنان وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وبارك للاد الوجيرب على هذا المقام المشرف الذي لا يستغرب منهم قبيلة المجد والتاريخ قلت فيهم في بعض من المناسبات من عزوة من لابة يوم السنين المخيفات حرابهم نوم السعد ما هناله لاد الوجير متعبين الأصيلات العزوة اللي كل مجد تناله لاد الوجير متعبين الأصيلات العزوة اللي كل مجد تناله حماية الوادي بحد السجيلات وعن كل طماع نصعيب وصاله حماية الوادي حماية الوادي بحد السجيلات وعن كل طماع صعيب وصاله كم من عقيد هاقي لها بهقوات عود على يمناه يصفق شماله وقفاتهم عبر العصور القديمات قدام ابو تركي يضفي ظلاله وخيولهم وقت المغازي مغيرات ما تضوي الا بزاهيات الجلاله الهم على كسب النواميس عادات ما تختلف طول الزمن لا محاله وعده من قصائد بني ثور اما قصيده المشاركه المحفل اللي يجمع طوال الايمان يجب حضوره لو دياره بعيده يجبرني الماقف ويلزمني الشان عند الرجال اهل الصفات الحميد والله ما يجيني والله ما يجيني والله ما يجيني والله ما يجيني المحفل اللي يجمع طوال الايمان يجب حضوره المحفل اللي يجمع طوال الايمان يجب حضوره لو دياره بعيده يجبرني الماقف ويلزمني الشان عند الرجال أهل الصفات الحميدة خص اللي من صار داعي بن ذفنان خص اللي من صار دعوة إكحالان أحضر الهاجس وسوغ القصيدة بنات فكري ماضوا غير بسمان من فضل رب البيت والي عبيده بنات فكري ماضوا غير بسمان من فضل رب البيت والي عبيده والله ما لي عذر دوني بن ذفنان حزام الخوي سعد الرفيق ورصيده والله ما لي عذر دون ابن ثفنان حزام الخوي سعد الرفيق ورصيده لاقي لابن ثفنان زان البدع زان يسمو بشيخ سعد من هو عضيده لاقي لابن ثفنان زان البدع زان يسمو بشيخ سعد من هو عضيده محمد الى المهمات مزبان حلال صعبات الامور العنيده
محمد أذي للمهمات مزبان، حلال صعبات الأمور العنيدة، من لابت يوم الحرايب والأكوان. خص اليوم إن صار دعوتك حلال، أحضر الهاجس وسوغ القصيدة، بنات فكري مضوا غير بسمان، من فضل رب البيت والي عبيده، والله ما لي عذر دون بنت أفنان حزام الخوي سعد الرفيق ورصيده. لاقي لبنت أفنان زان البدع زان، يسمو بشيخ سعد بن هو عضيده، محمد اللي للمهمات مزبان، حلال صعبات الأمور العنيدة. من لابت اليوم الحرايب والأكوان، ترتي على تبود الأعادة الوقيدة، لاد الوجير هم هالأسنان وعنان، من خلقة الدنيا ليوم الوعيدة. لاد الوجير هم هالأسنان وعنان، من خلقة الدنيا ليوم الوعيدة. حماية الوادي وللقال ثبتان، يرسيبهم غرس طوال جريدة، حموه شجعان على الخيل فرسان، حموه شجعان على الخيل فرسان، وبفحولهم كل الأوادم شهيدة، وقفاتهم يرجح بها كل ميزان، وسطواتهم على الأعادي نكيدة، وقفاتهم يرجح بها كل ميزان، وسطواتهم على الأعادي نكيدة. لا دل جارب لا رقص كل شيطان خصيمهم يفنى ولا لشريدة. أنتم حماة الخرمة بسيف وحصار، ألا دلج رب الرماح المبيدة، اللي يعاديهم عش الذيب سرحان، يمسي عشان له ما حصل ما يريده. أنتم هل الوادي من عصور الأزمان، قدام كل يفتخر في رصيده، وقدام ما ينشر على الصحف الإعلان، وقدام ما يخط القلم في الجريدة، ملك لكم يلا دل أجرب هل الشان دونه، يا من هار الجمع مع عقيده، ملك لكم يلا دل أجرب هل الشان دونه، يا من هار الجمع مع عقيده. علم اليوم جلا من ومان أي تمدح، علم اليوم جلا من ومان أي تمدح في بيوت النشيدة. غلطان يلي تبدع الزور غلطان، غلطان يلي تبدع الزور غلطان، دارك عن ديار النشامة بعيدة، واختامها وإعداد همان الأمزان، وإعداد ما خط القلم بالجريدة. مبروك ثم مبروك يا طير حوران، الله يوفقك الحياة السعيدة. صح لسانك وبيض له وجهك. الآن مع فقرة شيلات، وأولى الشيلات في حفلنا الكريم من كلمات الشاعر حزمي بن سعد المجمعي، أداء المنشدين منير البقمي وبداح بن مفلح الحيم. عشت يا طير الخيال اللي على الصدي تهدد، أتباشر بالعشا يوم أطلق سبوقه وهدد. فالمقام اللي يشرف والله إني ما تردد، خل عاد الموقف الغصة بما لي عنه صدى، خل عاد الموقف الغصة بما لي عنه صدى. عشت يا طير الخيال اللي على الصدي تهددت، تباشر بالعشا يوم اطلق سبوقه وهده. فالمقام اللي يشرف والله اني ما تردد، خلي عاد الموقف الغصاب مالي عنه صدى. ارحبوا ثم ارحبوا عند الحصان اللي يردد كلمة الترحيب، والترحيب عنوان مرحبا ترحيبت اللي عن ضيوفه ما تصدد، في محيه القبول وفي يمينه بحر جده. نايف ونايف طويل ذراعه ومحدد مردد، راس من رؤوس الثفاني نوصل في الطيب حده. لا غرابه يوم الطيب لا يقاس ولا يحدد، دام ابوه محمد وعبد الله ابن عيد جده، فوه طال الله في عمره في عود
عده الله يرحمه من خيرة الفريس عده من هل الوقفات عوك اللي من الزود تغدد عزوته لدى الوجرب ولمن يقفون ضده هم حزام العز في الشده هم السهم المسدد لافتخر فيهم مثل فخرانا كافر فلا شده من سبيع وساسنا واحد وسيرتنا تجدد الشموخ المعتبر منا شموخ يستمده ناصر لسطح القمر ونعود للغيم تمدد والثرى واهل الثرى من دونهم تسعين شده راعي الحجل من فنا يلقى الكرامة والبشاشة والتودد ينبسط واللد في الساعة مشى ما هو بود من فضل ربي ليا منا غزينا ما تلدد نكسب اللي جامعتها كبر راس وعرض خده كان سطوتنا تسمى بالتطرف والتشدد الله اللي حط فينا هيبه وسطوه وشده كان سطوتنا تسمى بالتطرف والتشدد عشت يا طير الخيال اللي على الصدي تهدد تباشر بالعشايم اطلق سبوقه وهده فالمقام اللي يشرف والله اني ما تردد خلي عاد الموقف الغصاب مالي عنه صده ارحبوا ثم ارحبوا عند الحصان اللي يردد كلمة الترحيب والترحيب عنوان مرحبا ترحيبة اللي عن ضيوفه ما تصدد في محيه القبول وفي يمينه بحر جده نايف ونايف طويل ذراعه ومحدد مردد راس من روس الثفاني نوصل في الطيب حده لا غرابه يوم الطيب لا يقاس ولا يحدد دام ابوه محمد وعبد الله بن عيد جده فوه طار الله في عمره فعوله ما تعد جده الله يرحمه من خيرة الفريس عده من هل الوقفات عوك اللي من الزود تغدد عزوته لدى الوجرب ولمن يقفون ضده هم حزام العز في الشده هم السهم المسدد لافتخر فيهم مثل فخرانا كافر فلا شده من سبيع وساسنا واحد وسيرتنا تجدد الشموخ المعتبر منا شموخ يستمده ناصر لسطح القمر ونعود للغيم تمدد والثرى واهل الثرى من دونهم تسعين شده راعي الحجل منا وصلنا همومه تبدد ما يروح يقول وين الطيب الطالب يسده ضيفنا يلقى الكرامه والبشاشه والتودد ينبسط واللذ في الساعه مشى ما هو بوده من فضل ربي ليا منا غزينا ما تلدد نكسب اللي جامعتها كبر راس وعرض خده كان سطوتنا تسمى بالتطرف والتشدد الله اللي حط فينا هيبه وسطوه وشده كان سطوتنا تسمى بالتطرف والتشدد الله اللي حط فينا هيبه وسطوه وشده الله اللي حط فينا هيبه وسطوه وشده مشاركة للشاعر مغيب بن شجاع بن هاجت فليتفضل مشكور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميع أهني وبارك للمقدم محمد بن عبد الله بن عيد ابن ذفنان الثوري ولابنه الملازم فارس هذه الليلة نايف بن محمد سأل الله لهم التوفيق حزة تجمع أهل الطيب خطلان اليمين فرصة أيام العمر عندنا وأكبر غناه بحفل من هو علشان نكب الروتين نايف الله يسعده ويتهنى في الحياة يا سلام الله سلام يعم الحاضرين في المقام اللي أهله رافعين مستواه في حفل من هو علشان نكب الروتين نايف الله يسعده ويتهنى في الحياة له تعنينا أوجينا غلا ومقدرين لأبو عبد الله عسى الله يطول في بقاه من هل التقدير والطيب سقم المعتدين الرجال اللي لهم عندنا قدر وجاه الثفانين أهل الطيب والساس المتين
عزوة الأد الجيري موطي الطغاة. الثفانين أهل الطيب والساس المتين، عزوة الأد الجيري موطي الطغاة. هم هل الود العوج محتمينه من سنين، محتمينه ما حد يقرب الغرس ووضاه، محتمينه بالشجاعة وله درع حصين. وهم هل الجيش وهل الخيل والدار وذراه، محتمينه بالشجاعة وله درع حصين. وهم هل الجيش وهل الخيل والدار وذراه، وهم زبون الطيب والجود والرأي السمين. لابت ان تاريخهم ما تحدد هالرواه، الوفا والجود سلم لهم في كل حين. قلته وانا من اللي يضدون العداه، لا تمالح لا ابتهم تعامل عايلين. عليكم زود. قلته وانا من اللي يضدون العداه، لا تمالح هم تعامل عايلين. عزوة تاريخهم بالوفا كل قراه، دون قاصر في القبائل هل السيف السنين. والختام اكرر ازكى سلامي والصلاه للرسول اللي لنا بين الحق المبين، والله انه ينصر الدين ويذل الطغاه. سلامة السامعين. صح لسان الشاعر. الان مشاركه من ناصر بن مناحي بن هليبه، من محبته لابو عبد الله اصر الا ان يشارك حضورا وشعرا وقصيده شعريه، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير. أهني أبو عبد الله على زواج ابنه، وأهني ابنه نايف على زواجه. هذه قصيدة مهداها الخوالي الثفانين واستهلوا. بديت باسم مكون الكون تكوين، الماء الواحد المعبود رب البرية، رب البشر محيي وخالق من الطين، محيي العظام البائدة والفنية. ومن بعدها سكت القدم للميامين، زحول الرجال اللي لهم مقدرية، اللابه اللي في المواقف صعيبين، رجالهم والله ما فيه زيه. خوالي الشجعان جمع الثفانين، كسابة الأمداح في كل هية، متوارثين الطيب مبطي وذا الحين بخربهم في الدين والجاهلية. والطيب راسخ في قلوب الثفانين، والطيب راسخ في قلوب الثفانين، طبع لهم في البينة والخفية، والنعم والله يا تعامل معادين، والنعم والله يا تعامل معادين، يا أهل الشهامة والكرم والحمية. وأنا من اللي يلحقون المخلين أهل الشداد اللي ما جانا هدية. بالشلف ولا بمهات النياشين، على ظهور الخيل في الجاهلية، جمع الهليمة في الملاقى سلاطين، شيخان من شيخان والنار حية. وربعي بني ثور النشام المسمين، ألا دل أجرب كلهم صيرمية. مبروك يا نايف عساكم هنيين، يا نس العود مشتهر بالحمية. وآخر كلامي مرحبا بالوفيين اللي وفوا بحضورهم مقدرية. بديت باسم مكون الكون تكوين، الواحد المعبود رب البرية، رب البشر محيي وخالق من الطين، محيي العظام البايدة والفنية. من بعدها سكت القدم للميامين، زحول الرجال اللي لهم مقدرية، اللابه اللي في المواقف صعيبين، رجالهم والله ما فيه زيه. خوالي الشجعان جمع الثفانين، كسابة الأمداح في كل هية، متوارثين الطيب مبطي وذا الحين، أفخر بهم في الدين والجاهلية. والطيب راسخ في قلوب الثفانين، طبع لهم في البينة والخفية، والنعم والله يا إتعام المعادين، يا أهل الشهامة والكرم والحمية. وأنا من اللي يلحجون المخلين، أهل الشداد اللي ما جانا عطية، بالشلف ولا بأمهات النياشين، على ظهور الخيل فالجاهلية، جمع الهليمة فالملاقى سلاطين، شيخان من شيخان والنار حية. وربعي بني ثور النشام المسمين، ألا دل أجرب كلهم صرمية،
ومبروك يا نايف عساكم هنيين يا ناس لعود مشتهر بالحمية واخر كلامي مرحبا بالوفيين اللي وفوا بحضورهم مقدرية سلامتكم. صح لسانك وبيض الله وجهك. شاعر المحافل الشاعر المخضرم من المعروف سعد بن مارد الثوري وهذه المشاركة. الله يمسيكم بالخير جميع، مرحبا ترحيبا المطرب الجميع عند من حياكم، أبارك للمعرس الله يوفقه إن شاء الله. باسم محمد طيب الأصل والساس ذخر الحصان اللي فعوله نبيلة، يا مرحبا من قلب ولسان وإحساس من شاعر ما يبدع على الجزيلات، يا مرحبا من قلب ولسان وإحساس من شاعر ما يبدع على الجزيلات، وعداد ما سار القلم فوق طرقاس، وعداد دور الدهر يومه وليله، وعداد ما ذعذع هوى كنس ناس، وعداد وابل مستهل مخيله، يا مرحبا ترحيب تنترفع الراس باسمها الحفله وكل القبيله، ولاد الجيري بيوم الارياق يباس العزوه اللي تخلق المستحيله، تاريخهم عالي ولهوب ينداس وامجادهم ترفع بروس الطويله، وسبيع عزوتنا واهل قبه الافراس اهل المواقف والمهار الاصيله، يا عزوه الغلبه سلمتوا من الباس امجادكم ترقى فصيله فصيله، وكل القبائل كفوا من جمله الناس جملهم الله بالفعوله الجميله، ويا عزوه الغلبه سلمتوا من الباس يا اهل المواقف والعلوم الجزيله، وكل القبائل كفوا من جمله الناس جملهم الله بالفعوله الجميله. بيتين تمجيد شبيع الغلبه والقبائل كلها شيله، كل رجل فالشدايد يعتزي ذلابه، وافتخر في عزوتي لقلت بن جروب، وعزوة الغلبة فخرنا كلنا وغلابة، لا بيت نغلب ولا فينا حد مغلوب، وضيفنا لجارنا حتى الورح حياب، من شكر ربي نجود ونكمل المجوب، والقبائل والنعم كلن على مهذاب، ما يسب الناس غير الشاعر الكذوب. السلام بالجميع. هدية مقدمة من هذال بن خالد بن زايد بن ثفنان إلى الشاعر ناصر بن مناحي بن هليمة أصالة عن نفسه ونيابة عن الثفانين، وهي عبارة عن بكرة عفرة يستاهل. الآن مشاركة للشاعر عبد الله بن هندي المجمعي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميعا. أولا نهني الأخ الملازم أول نايف بن ثفنان مناسبة زواجه، وأما المشاركة في ترحيبية ومعليش أنها تأخرت شوي. يقول ما جيت بسلم وصف بيديه ولاني براع الوقفة العادية، حضرت عز زواج بابن عمي لو محتزم بالسيف والجنبية، يرقى سنود وكل ما يامر به قولة فدا بالحال والمالية، وعقب رفيج ما يقوم بدوره في غير هذية وفي هذية، وحضرت ارحب واثني الترحيبه
يا مرحبا ترحيب مثنية، ترحيب تسمو وانا اسميها حفاوة استقبال وكرامية، ترضي بثوب العز ووصفها غمامة من فوق الأرض الحية. ترحيب تسمو وانا اسميها حفاوة استقبال وكرامية، ترضي بثوب العز ووصفها غمامة من فوق الأرض الحية. ويستاهل الترحيب من هو شرف ومن استجاب الدعوة المسمية، يستاهل الترحيب من هو شرف ومن استجاب الدعوة المسمية. باسمي واسم من طول الله عمره نايف، ونايف وين نلقى زيه، نايف طويل ذراع ومنوم سنا بالفعل والسمعة وبالجاهية. يستاهل. باسمي واسم من طول الله عمره نايف، ونايف وين نلقى زيه، نايف طويل ذراع ومنوم سنا بالفعل والسمعة وبالجاهية. يا طيب نايف لا ذكرنا نايف، يروح طيب الناس معه شوية. يا طيب نايف لا ذكرنا نايف، يروح طيب الناس معه شوية. اللي أنا صيته في لزوم حاضي، لا كلمة أبشر لزمة يومية. اللي أنا صيته في لزوم حاضي، لا كلمة أبشر لزمة يومية. لو ما بيبالغ بالمدح قلت إنه ما أخذ على أبشر حجة شرعية. لو ما بيبالغ بالمدح قلت إنه ما أخذ على أبشر حجة شرعية. ولا جاه طيبه عن طريق الصدفة، ولا أخذه من عند العرب عارية، من راس ابوه ونعم يوم عده مواقفه مسموعة مرئية. والجد بن ثفنان لا جطاري، كل يقول نعم معطارية. استاهلون جميع. ولا جاه طيبه عن طريق الصدفة، ولا أخذه من عند العرب عارية، من راس ابوه ونعم يوم عده مواقفه مسموعة مرئية. من راس بن ثفنان والجد بن ثفنان لا جطاري، كل يقول نعم معطارية. ولاد الوجيرب عزوته وحزامه، ولاد الوجيرب عزوته وحزامه، جبال تعرف بالذرة والفية، وسيل اللي منه دقل ما يرحم اللي على دربه وفي وادية، وسيل اللي منه دقل ما يرحم اللي على دربه وفي وادية. ذولا بني ثور ان بغيتوا علمي، ذولا بني ثور ان بغيتوا علمي، اهل الفعايل والعلوم الحية. أخذ اسمهم من ثورة البركاني، من ثورة المدفع نار الهية. علي الطلاق ما يجيني، ماني بطيم من ريجي اللي قبله، ما هم بطيم مني. عليكم ثور. ولاد الوجيرب عزوته وحزامه، جبال تعرف بالذرة والفية، وسيل اللي منه دقل ما يرحم اللي على دربه وفي وادية. أخذ اسمهم من ثورة البركاني، من ثورة المدفع نهار الهية، من شجرة الغلبة وحي من شجرة متميزة في الكورة الأرضية. واللي بقول بوصفها وظيفة، من الكرم والمرجلة مسقية، وغصانها طالت سطر وحمية لين أثمرت بمجادها الحالية، وتسن السبيعي في مجال الجيرة ماخذ عليها دورة حتمية، وتسن السبيعي في مجال الجيرة ماخذ عليها دورة حتمية. ولاني بلا جاحد ولاني ظالم، اللي علي عد واللي لي، من يجحد حقوق النشامة جاهل، ترجع عليها المقفية عكسية، والطين ميدان سباقه حامي فيها البشر خيالة ورجلية، واللي يقول إنه حلالة غادي محد عليهم ماخذ ملكية. والطين ميدان سباقه حامي فيها البشر خيالة ورجلية، واللي يقول إنه حلالة غادي محد عليهم ماخذ ملكية. ولا في كلام الحق شك وريبة، الناس كل يحتمي عانية، ولا جيت أسلم وصف يدي، ولاني براع الوقفة العادية، جيت حضرت عزز موقف ابن عمي لو ما احتزم بالسيف والجنبية. وسلامة الجميع. صح لسانك. مشاركة مع الشاعر عبد الرحمن بن عبد الرحيم السلمي، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم ربعي قبيلة سليمة بن منصور جيت أشارك وأبارك أخوي الملازم نايف بن محمد السبيعي، وأقول له بارك الله لكم وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. من شاعر فكره رقى راس مشراف، عسر على الشعار محد الرقالة، سلام باسم سليم في كل ميقاف، سلام سوقه باسم رب الجلالة،
عداد ما هل المطر فوق الأرياف، وإعداد كيف ما توانت دلاله، أمكن من البلجيك في رمي الأهداف وأسرع من البارود عند اشتعاله، أمكن من البلجيك في رمي الأهداف وأسرع من البارود عند اشتعاله، وأغنى من كنوز الذهب عند صراف، وأصدق من الميزان عند اعتداله، ينصى رجال فعلهم دوم ينشاف، أهل الوفاء وأهل الكرم والشكالة، اسبيع 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 وقت الطيب والطيب، عراف رجالهم ينطح قبيله الحالة، ونايف بفعله بين كل البشر ناف، من طيب أبوه وطيب عمه وخاله، من صلب قرمن من طيب أبوه وطيب عمه وخاله، من صلب قرمن حزة الطيب عراف ما خاب منه، فالزمان التجاله، والشعر قبة والهواجيس مغراف، وكلني غرف من الشعر ما بداله، وأنا غرفت الطيب من كل الأصناف، ولا الردى يسبيع مالي وماله، شاعر وفكري حر وانعانق القاف، ما يطرح إلا من بيوت الجزالة، وشعر بلا معنى ومضمون ينعاف مثل القليب اللي طويلة إحباله، تمت وصلوا عد ما هب غرياف على نبي مرسلا بالرسالة، وسلامتكم. صح لسانك. أطلق عليه لقب إشراف البدو، وهو الشاعر شبيب بن طريخم الكريزي القمي، لديه مشاركة، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. أولاً أبارك لأبو عبد الله على زواج ابنه، ثانياً أهني الملازم نايف، وأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. فالحقيقة دعانا أبو عبد الله غلا وتقدير وجيناه واجب. وأنا بالنسبة للمشاركة، أنا والله ما دريت عن البرنامج إلا البارح في الليل، وسويت قصيدة أبيات ما تعتبر قصيدة، مشاركة لا تعبر عما في الخاطر. وحنا خدم يبقوم خدمنا شاعرنا الكبير شاعر شبيب أبو نادر، والله يطول عمره إن شاء الله والسامعين. ألا يا هجوس الشعر لا جاء علي الدول، ألا يا ألا يا هجوس الشعر لا جاء علي الدول، أبا منك مقافين يورد على الجمة، تهام القوى فيك الجزيلة كما الهملول، ونقطف زهر نبته ونبدي به القمة، عن الموعد المرسوم ما قلت أنا مشغول، كربت الحزم وجيت أنا متجه يمه، كربت الحزم وجيت أنا متجه يمه، علشان شيخ ما نسى وارسل المرسول، محمد رفق الطيب وحاصب العمة، محمد له البيضاء وتنشر بعرض وطول، بعيد النظر ما هو بقاصر عليكم، ليا رفق الطيب طيبه عليه يمول، لو انه من اقصى الناس كانه ولد عمه، ليا رفق الطيب طيبه عليه يمول، لو انه من اقصى الناس
عساك أنه ولد عمه وعسى الله يبارك للولد سيفه المسلول حب عسى الله يبارك للولد سيفه المسلول حفيد الرجال أهل النوام سوى الهمة سلام الغال المعسول يسوقه شعور الطيب الأسبيع واللمة ألا يا هجوس الشعر لا جاء علي الدول أبا منك مقاف يورد على الجمة أشل أشبي مقاف يورد على الجمة تهام القوى ونقطف زهر نبته ونبدي به القمة عن الموعد المرسوم ما قلت أنا مشغول كربت الحزام وجيت أنا متجه عشان شيخ ما نسى ورسال المرسول محمد رفق الطيب له عصب العمة محمد رفق الطيب له عصب العمة محمد له البيضاء وتنشر بعرض بعيد النظر ما هو بقاصر على كمة بعيد النظر ما هو بقاصر على كمة ليا رفق الطيب بطيبه عليه مول لو انه من اقصى الناس كانه ولد عمه عسى الله يبارك للولد سيفه المسلول حفيد الرجال أهل النوام سوى الهمة سلامي على الغلبة سلام الغال المعسول يسوق شعر الصدق الأسبيع واللمة رجال لهم في قمة الشامخة تنزول شموخ الكرم والطيب وبحور مطمة صخاهم مراويح السحاب وبعد مشمول بزين القبول وضيفهم ينجلي صخاهم مراويح السحاب وبعد مشمول
بزين القبول وضيفهم ينجل هم ينجل الهموم وضيفهم ينجل هم ولا صاحي صياح الوغى يحتمون الشول لهم دون وقفات الأبطال مهتمة صاحي صياح الوغى يحتمون الشول لهم دون وقفات الأبطال مهتمة وعسى الله يديم الأمن والبيرق المفلول بحكم الزعيم اللي على العدل ويتمه وكل القبايل نعم ساس وطيب فعول ومن يهضم حقوق البشرها في الذمه اقوله وانا من قوم ما مجدها مجهول ظهور السواني مجد الاسلاف وانضمه عليكم زود وبالمختصر من طيبنا واسمعوا ما قول ولدنا نسوق اكبر ملايين في دمه وسلامتكم صح لسانك الان مع فقره التكريمات واهداءات للعريس اهداءات للعريس مقدمه من سيف مذهب مقدم من جواب بن تركي بن هليمة وسيف مقدم من عبد الله بن تركي بن هليمة سيف مذهب مقدم من الشيخ محمد بن مترك الشيخ قبيلة الروبة وهدية مقدمة من النقيب شافي بن فرج السبيعي مدير مركز مرور الخرمة هدية مقدمة من محمد بن ثواب ابن مدشوش بن هليمة نيابة عن أخيه فهد إهداء من المدعث المجامعة يقدمها نيابة عنهم سعد بن فهد بن مدعث المجمع سيف مذهب مقدم من الشيخ محمد بن قريان شيخ قبيلة الروبة كلهم يجوزون عيد وسعد إهداء من المدعث المجامعة عبارة عن بندق بلجيك للشيخ عبد الله بن عيد مثبنا الآن تكريم من أبناء عبد الله بن عيد بن ثفنان إلى الشيخ مبارك بن زبن الذاهلي نظير للجهود المقدمة إلى أبناء القبيلة داخل وخارج المملكة الآن فقرة شيلة للشاعر شافي بن مشبب بن رشدان الثوري أداء حاكم الشيباني ختاماً في هذا الحفل يطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للجميع على حرصهم في المشاركة سواء حضورياً أو شعرياً ولمن بذل الجهد على إتمام هذا الحفل أولاً نحب أن نرحب بضيوفنا اللي غمرونا بحضورهم هذا الليلة وأسعدنا التواجد
من جميع المحافظات المجاورة، فلهم منا أعمق وأغلى تحية وترحيب بمناسبة حضورهم. ثم دعني أشكر قناة الساحة الذي أثبتت أنها قناة المجتمع الواحد. أما بالنسبة لابننا نايف فنقول له، نسأل الله العلي القدير أن يوفقه وأن يرزقه إن شاء الله بالذرية الصالحة وأن يكون سعيد في حياته إن شاء الله. هذا اليوم اقترحت اقتراح ما المناسب هذا؟ والله الاقتراح اللي طرحته مشاركة اجتماعية طرحتها في الفرح، استغليت تواجد كثير من مشايخ القبائل، وكما تعرف فإن في منطقتنا في الآونة الأخيرة انتشرت كثيرا من الخلافات اللي نتج عنها بعض الاعتداءات ربما تصل إلى درجة إزهاق الأنفس، ومشايخنا وأعيان القبائل وأهل الخير وأهل الصلاح ما قصروا، ولكن أردت فقط أن أسرع هذا العمل بحيث أنه بدل ما يكون من باب العلاج يجب أن يكون من باب الوقاية، فهي خير من العلاج. فبدل ما ننتظر أن ينشب خلاف ويحصل المحظور، نسارع إلى علاج الخلاف قبل أن يحصل المحظور بتشكيل مجلس مشايخ القبائل، وربما يستعينون بما يساعد على حل القضية أو يستأنسون برأيه من العقلاء والحكماء، ويتداولون المشاكل التي تقع في المنطقة وفي قبائلهم وسط قبائلهم خلال الشهر، على أن يكون أصغرهم سنا أو من يرضون هو أمين المجلس، يكون هناك اتصال مباشر مع أفراد القبائل والمجتمع لمن أراد أن يستعين بمجلس مشايخ القبائل لحل قضيته سريعا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعتقد أنه الواحد ما هو قادر يعبر عن المشاعر أوه، ولكن أرحب جميع الضيوف اللي شاركونا في فرحتنا سواء من داخل المحافظة الخرمة أو من خارجها، ومن الزملاء ومن المحافظين، وأقول العريس الله يبارك له إن شاء الله ويرزقه بالذرية الصالحة، وإن شاء الله أنه يكون على ثغر من الثغور. وبالنسبة للكلمة يعني ودي أنا أتكلم كلام كثير، ولكن الظروف في هذه اللحظة ما تسمح أنه استرسل فيها، وأترك يعني الفرصة للضيوف والزملاء، وحياكم الله وحياكم الله الجميع، كل اللي بدون يعني تخصيص أرحب بالجميع حضروا في مناسبتنا هذه، وبالتوفيق للجميع. ممكن أتكلمنا عن تكريم مبارك بن زبن؟ بالنسبة لأبو فهد مبارك بن زبن الذاهلي، هذا علم من أعلام محافظة الخرمة، وكان له بصمة في سالف الزمان عندما كانوا أفراد القبيلة والقبائل المجاورة يبحثون عن فرصة عمل، كان له بصمة كبيرة على قبائل سبيع والقبائل الأخرى. فانطلاقا من إحقاق الحق وإعطاء الناس حقوقها، يتشرف أبناء عبد الله بن عيد بن ذبنان الثوري بتكريم الشيخ مبارك بن زبن الذاهلي الثوري، وهذا شيء بسيط يعني، ولا هو حقه على الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الملازم أول نايف بن محمد بن عبد الله بن ذفنان، كما أتقدم بالشكر الجزيل لأبناء عبد الله بن عيد رحمه الله على التكريم الذي قدم لوالدي الشيخ مبارك بن زبن الذاهلي. وإن دل على شيء فإنما يدل على الوفاء من أبناء عبد الله بن عيد، حيث أن هذه العائلة المباركة عرفت بالوفاء وعرفت بمكارم الأخلاق وبالطيب. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأعلق على مقترح أخي الأستاذ عيد بن عبد الله بن ذفنان،
والذي تقدم به أثناء الكلمة، ألا وهو مقترح مشايخ القبائل واللقاء الدوري. وأنا أعتقد جازما بأن هذا اللقاء لو فعل بالشكل الصحيح ولو تبناه مشايخ القبائل بالشكل الصحيح، أعتقد بأنه سوف يؤتي ثماره، وسوف يكون هناك ثمار اجتماعية تكون على أبناء القبائل وأبناء المجتمع كافة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبارك العريس نايف ونقول بارك الله له ووفقه في حياته الزوجية، وكان حقيقة استقبال جيد ومناسبة جيدة، وقاموا بالحفل على أكمل وجه وعلى استقبالهم وحفاوتهم ووفوا وكفوا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسرني في هذه العجالة أن أتقدم بالتهاني والتبريكات للمقدم محمد بن عبد الله بن عيد بن ثفنان بمناسبة زواج ابنه الملازم أول نايف، ولا أقول لهما إلا كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. أبوه لا عد له للعرف نشار، عبد الله بن عيد راع الجزيلة. هذاك أبو نايف محمدك حيلان، اللي عز وته والقبيلة. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. أبوه لا عدة وهل العرف الأشار، عبد الله بن عيد راع الجزيلة. لك يا مقدم ما على الطيب برهان، اسمك لمع مثل السيوف الصقيلة. كم واحد لازم صار بنشان، لجاك تشتل الحمول الثقيلة. نمستنا بين العرب يا ابن ثفنان، وراع الوفا والطيب يحفظ جميع. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. أبوه لا عدة وهل العرف الأشار، عبد الله من قبل وإحسان. عندك على الناموس حيل وحيلة، فالموقف الغصاب يا محمد إحصان، ليا صارف الحصن يرهب صليلة. ذكرك شهر بين القبائل والأوطان، مثل الجد يثبت وكل يخيلة. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. أبوه لا عدة وهل العرف الأشار، عبد الله بن عيد راع الجزيلة. ورتلك مجد وطيب وعرفان، على مدارات السنين الطويلة. الطيب والكرم ورث جدان، السل ما جنب وخلى مسيلة. صلاة ربي للنبي بن عدنان، اعداد برق في نصب المخيلة. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. أبوه لا عدة وهل العرف الأشار، عبد الله. سلام يا اللي صار للطيب عنوان، رعى المواقف والفعول النبيلة. سلام يا اللي صار للطيب عنوان.